سلام واضح. اسمي أسماء قباتي، عمري 27 سنة، من ولاية الكاف، صاحبة مشروع تربية أبقار. اخترت الخدمة هذه خاطر نحبها ومقتنعة بها ومغرومة بالفلاحة من اللي أنا صغيرة. ما كنتش نفهم فيها حتى شيء، جست من بعيد لبعيد. توا كي كبرت وقررت أني بندخل الدومين هذا، شاركت في دورة تكوينية لمدة 4 شهور، وبديت في المشروع متاعي توا لمدة عامين. توا عندي نخدم. نشوف روحي في نفس المجال هذا، نكبر في المشروع أكثر إن شاء الله، ونكبر في القطيع، وندخل آلات جدد، نعمل حاجات جديدة اللي ما هيش موجودة قبل. من الأول العبيد ما كانوش مقتنعين بالخدمة هذه، قالوا لي ما تتناسبكش، ما هيش خدمة تاع بنات. أنا أقنعت العبيد مش بالكلام كهو، أقنعتهم بالخدمة. صحيح فيها تعب والعبيد تعتبرها خدمة صعبة، أما أنا نشوفها بالنسبة لي أنا خطر نحبها، دونك نحسها متعة، حتى التعب نتاعها ما عادش نحسه. عندي ثقة في روحي وعندي ثقة في خدمتي، معناها نعرف اللي الخدمة هي اللي توصل، مش كان الكلام ولا معناها تصاور ولا حتى شيء. ننصح العبيد الكل اللي سقطوا لي جون، ما تبعش معناها العبيد، مش لازم تكون كيف غيرك، خلي عندك ثقة في روحك، أما مادامك أنت مقتنع بها كمل في الثنية اللي اخترتها وحارب على خطرها. ميرسي بوكو.